بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اتعودنا في القناه دي على شويه صراحه، والصراحه دايما بتكون مريحه لكل الاطراف. نفس منتخب الجزائر يكسب بكره منتخب ساحل العاج، فعلا نفس منتخب الجزائر يكسب بكره منتخب ساحل العاج، بس بصراحه نفس الجزائر يصعد تاني، مش نفس الجزائر يصعد اول، لان الجزائر لو صعد اول هيقابل منتخب مصر، ده لو احنا اساسا النهارده عدينا منتخب السودان. يعني لو منتخب مصر كسب السودان هيصعد تاني، لان كده كده نيجيريا خلصت اول مجموعه، فموضوع ان منتخب مصر يكون منافس على اول مجموعه الموضوع صعب. ومنتخب الجزائر بكره لو كسب منتخب ساحل العاج، والناحيه الثانيه سيراليون كسبت او غينيا الاستوائيه كسبت، فهيكون واحد فيهم هو الاول والجزائر هيصعد معاه تاني، وبالتالي منتخب مصر يتجنب مواجهه الجزائر. ومعلش لما تكسب كوت ديفوار ما تخافش من اي حد جاي لك الادوار الجايه، لان انت بالصلاه على النبي انت مش هتواجه منتخب هفا، لان منتخب كوت ديفوار اللي هيقول لك ان انت تكسبه بثلاث اهداف علشان تصدر المجموعه، الموضوع مش سهل قوي، لان سلسله مباريات الجزائر وكوت ديفوار الاخيره ما بتقولش ان الجزائر بيطلع كسبان مرتاح قوي، بالعكس تماما، ده السلسله الاخيره للمباريات فيها تعادل في 2019 1-1، وكان فيها هزيمه قبل كده للجزائر وكان فيها تعادل تاني. فالموضوع بالنسبه لمنتخب الجزائر قدام منتخب كوت ديفوار عندهم مشكله في التعامل مع منتخب كوت ديفوار، ما بالك بقى منتخب كوت ديفوار السنه دي عنده ويلفريد زاها، كريستيان هالر واحد من المهاجمين السفاحين في اوروبا حاليا، نيكولاس بيبي، ولو اني اتوقع ان بيبي هيقعد دكه بكره. خط نص منتخب كوت ديفوار فيه لعيب زي صار، فيه فرانك كيسيه اللي هيكون في مواجهه مع زميله اسماعيل بن ناصر، في واحد زي ابراهيم سانجو. خط الدفاع بتاعه سيرجيو اوريه هيلعب على يوسف بلايلي. سيرجيو اوريه معروف عنه ان هو من اللعيبه اللي بيعملوا ادوار هجوميه كتير، فاتوقع ان يوسف البلايلي ناحيه منتخب الجزائر هيواجه مساحات كتيره قوي ورا سيرجيو اوريه. غياب لايريك بايلي فالمدافع الاحتياطي بتاعه اللي هو ديول وكوسونو، والناحيه دي هيكون موجود كونان. المنتخب الايفواري نقطة قوته في اللعيبه، لان المنتخب الايفواري متعاقد مع مدير فني ما عندوش خبرات، مدير فني ما عندوش خبرات، ويمكن اضعف حاجه في المنتخب الايفواري المدير الفني باتريس بومال. الراجل ده كان كل ميزته في الحياه ان هو مساعد لهيرفي رينارد، كان مساعد لهيرفي رينارد، حتى الصحافه في كوت ديفوار انتقدته بشده، وانتقدت الاتحاد الايفواري بعد التعاقد معاه، قالت له انتوا ازاي جايبين مدير فني ما كسبش ولا ماتش في مسيرته حرفيا، انت جايب مدير فني هاوي. فالمدير الفني الهاوي ده مع منتخب عنده خبرات عاليه زي لعيبه منتخب كوت ديفوار قدر ان هو يكسب مباراه، والمباراه الثانيه لولا سوء الحظ والارضيه ما كانش اتعادل فيها. فمنتخب كوت ديفوار نسخه مش قويه جدا، نسخه زيها زي منتخب الجزائر لسه ما جاتش البطوله، بس منتخب الجزائر الناحيه الثانيه عندنا فيه شويه كلام، لان اهم حاجه بالنسبه لمنتخب الجزائر بعيد على ال 4 2 3 1 اللي بتتحول ل 4 2 4، وبعيد على الاطراف اللي بيطيروا، وبعيد عن الاثنين الباكات اللي بيعملوا دوره هجوميه، اهم حاجه في منتخب الجزائر ننزل بالسرعه شويه، احنا محتاجين ننزل السرعه شويه. السرعه والتسرع الغير طبيعي اللي موجود في منتخب الجزائر من اول بطوله بدات ده محتاجين ننزل بيه سنتين ثلاثه، يعني عامل كده لما تتفرج على فيديو سريع وانت بتحب تبطئه، منتخب الجزائر محتاج يهدى شويه. في فرق بين الحماس والسرعه والتسرع. منتخب الجزائر الماتشين اللي فاتوا وقع في موضوع التسرع، وقع في موضوع الحماس المبالغ فيه، وقع في موضوع شده الاعصاب المبالغ فيها، فصعبت ماتشين مفترض ان هم كانوا سهلين عليك. فمنتخب الجزائر الضغط بتاع السلسله اتشال من عليك، الضغط بتاع انك تقدم اداء قوي جدا الثلاث ماتشات اتشال من عليك، بس ما توقعش ان جمال بالماضي هيضحي بالعناصر بتاعته وهيلبسها الماتشين اللي فاتوا، لان جمال بالماضي او اي مدير فني الامانه لو عمل نتائج سلبيه وقرر ثالث ماتش ينزل مغير تغييرات كتيره جدا في التشكيل، فده معناه ان المدير الفني ده بيلبس، وجمال بالماضي مش بيلبس. جمال بالماضي هيتمسك بلعيبته بقدر الامكان، فهتلاقي بكره مفيش تغييرات غير في الضيق قوي، يعني مثلا كده كده جمال بالعمري مصاب، فاتوقع يكون مكانه بدران وعيسى مندي، او ممكن تلاقي توجاي، هيبقى عيسى مندي وان شاء الله بدران معاه او هيكون معاه توجاي. ناحيه الشمال رامي بن سبعيني حاجز مكان اساسي، ناحيه اليمين مفيش بديل قوي ليوسف عطالي يقدر يشيل الجبهه دي. نص الملعب انا عن نفسي بتمنى وجود هارس بالقبله مع اسماعيل بن ناصر، اتمنى جدا وجود هارس مع بن ناصر مع بعض، لان بن ناصر وبن دبكه المباراه اللي فاتت ما كانتش تجربه ناجحه جدا مع الغياب المتوقع لرامز زروكي. ولو ان لو رامز رجع بصراحه الموضوع هيتغير جدا، مع احترامي لهارس ولا لعيب زي بن دبكة عندهم نفس المواصفات اللي عند رامز زاروكي، فرامز زاروكي واسماعيل بن ناصر في نص ملعب غير اسماعيل بن ناصر واي حد تاني، غير برضو لما تلاقي رامز وبالقبلة او رامز وبن دبكة، هو ثنائية بن ناصر وثنائية رامز زاروكي ثنائية قوية جدا، اتمنى ان هم يتجمعوا المباراة الاخيرة قدام منتخب ساحل العاج. سفيان فغولي اتوقع ان هو يكمل بمركز 10، بلايلي ناحية الشمال وناحية تانية رياض، ومهاجم اتوقع ان هو او اتمنى بصراحه ان هو يكمل ببغداد بنجاح، لان انت لما تحط فغولي قدام اسلام سليماني من البدايه هتكون فكره مش ناجحه جدا، لان انت هتواجه سرعات غير طبيعيه للمنتخب الايفواري.
المنتخب الايفواري محتاج انك تكون هادي جدا معاه جوه الملعب، مش محتاج انك تفتح الاطراف، مش محتاج انك تطير رامي، ولا محتاج انك تطير بلالي وتطير رياض ولا تطير يوسف عطال وبغداد بنجاح، ومن اول ما المباراه ما تبدا الهيبه بتاعتك كلها تروح على نص ملعب منتخب كوت ديفوار. لا، لو عملت كده هتلبس، لو عملت كده هتخسر، لان زي ما احنا متفقين نوت كوت المنتخب الايفواري بيبي هالر زها، بتتكلم على ثلاث سفاحين، اللعيبه دي لو لقوا مساحات هتزعل، هتزعل جامد كمان. فانت مفترض انك تلعب مباراه متوازنه، تلعب مباراه متوازنه جدا كمان، يعني بلايلي هياخد ادوار هجوميه، يبقى يوسف عطال مش هياخد ادوار هجوميه، يوسف عطال هيثبت وهيطلع رامي من السبعيني هو وبلايلي. فانت دلوقتي هتهاجم بطرف وبتدافع بطرف، اسماعيل بن ناصر هيعمل واجبات هجوميه، هرس بالكبله هيلم وراه، او بن دبكه هيلم وراه، بن دبكه هيطلع يعمل واجبات هجوميه، اسماعيل بن ناصر هيلم وراه. انت محتاج انك يكون عندك توازن، محتاج تلعب مباراه بتوازن عالي جدا. انت مطالب منك انك تكسب بسكور علشان خاطر تستنى هناك خدمه وتعادل علشان تبقى اول مجموعه، بس لو نزلت على انك تكسب سكور هتخسر، لو نزلت انك تكسب سكور هتخسر. انت محتاج تعمل مع المباراه بهدوء، خصوصا انك مش بتلعب منتخب هايف ولا بتلعب منتخب قليل. لو كسبت كوت ديفوار هتبقى دفعه قويه جدا 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 ليك، لو كسبت كوت ديفوار 3-0 وصعدت اول مجموعه هتكون دفعه قويه جدا ليك، بس لو خسرت قدام كوت ديفوار هتكون نقطه سودة في مسيرتك مع منتخب الجزائر. ليه بقى نقطه سودة؟ لانك لو طلعت من الدور الاول محدش هيصبر عليك، وهتبقى تحت الضغوط، هتبقى مباراتين كاس العالم مهمين جدا بالنسبه لك كمدير فني علشان تستمر او تمشي. فانت محتاج ان المباراه دي تركز فيها تركيز غير طبيعي، ان انت تشيل الضغوطات من على اللعيبه، اللي هو منتخب الجزائر من ساعه ما جه في ضغوطات عاليه قوي على الفريق، احنا محتاجين نشيل الضغوطات دي ومحتاجين نهدي السرعه شويه، وهنلاقي ان الموضوع مش عادي. المنتخب الجزائري ممكن يتخلى عن طريقه لعبه الهجوميه ويقرر انه يلعب مباراه دفاعيه وزون واعتماد على المرتدات، وممكن يطلع كسبان فيها عادي جدا. بيب جوارديولا في اوقات بيلعب مباريات دفاعيه قدام خصوم بتكون مشابهه للقوه بتاعته زي ليفربول مثلا، بيب جوارديولا ما بيروحش ملعب الانفيلد ويقرر ان هو يفتح الجيم ويهاجم من اول دقيقه، جرب يعملها قبل كده كان بيطلع خسران، دلوقتي اخر سنتين بيروح يلعب ماتشات هناك متوازنه فبيعرف يطلع بنتائج. فانا اتمنى ان منتخب الجزائر وجمال بن ماضي بكره يكون عندهم سنه واقعيه، الواقعيه بكره هتفرق جدا معاك، الواقعيه ان انا مش لازم انزل اكسب منتخب كوت ديفوار 3-4 علشان افرح جمهوري وادي رساله قويه، مش محتاج، لان انا نزلت حاطط في بالي الرساله دي انا هطلع وهتبقى ضربه قويه وضربه موجعه ليا كمدير فني وموجعه للفريق اللي كان من المرشحين الاول لتتويج البطوله. فانا اتمنى ان المنتخب الجزائري بكره يتعامل مع المباراه بهدوء، مش هطلب منك تغير لعيبه كتير، ولا هطلب منك تقعد سفيان في غولي وتحط مكانه لعيب زي فريد بولايه، او هطلب منك تقعد بغداد وسام سليماني وتحط مكانه عموره، لان انت مدير فني كبير وعارف ان انت ما ينفعش تبيع لعيبتك في موقف زي ده، ما ينفعش تلبس عموره مواليد 2001 مباراه قويه جدا قدام منتخب كوت ديفوار دلوقتي، ولا ينفع انك تشيل في غولي وتشيل ياسين ابراهيمي وتقرر انت تحطهم على الدكه وتحط فريد بولايه بكره، ما ينفعش الكلام ده. اي مدير فني عارفها ان انا ما ينفعش اتخلى عن لعيبتي في الماتشات القويه، لان معنى ان انا اتخلى عن لعيبتي في الماتشات القويه مش عارف ارجعهم تاني ليا في البطوله مهما كانت الماتشات اللي هتقابلنا، وخصوصا ان كمان لو عديت من منتخب كوت ديفوار فهتواجه المنتخب النيجيري، فالموضوع بالنسبه لك هيكون ان انت محتاج اللعيبه بتاعتك دي، فمش هتكون محتاج انك تضحي بيها. فمنتخب الجزائر بكره وجمال بن ماضي بكره عنده تحدي قوي جدا. اتمنى لو منتخب الجزائر كسب 1-0 والمنتخب الجزائري صعد الناس ما تطلعش تنتقد الاداء، انت مش مطالب منك اداء، انت مطالب منك انك تعرف تصعد لا اكتر ولا اقل. كنا بنتكلم قبل كده على ان احنا محتاجين نهدي شويه، والاحلام وانك جاي تتفرج على مباراه جميله وسكس فوتبول نهدي بقى شويه، وفعلا هدينا بقى شويه. نتمنى بكره ان المنتخب الجزائري عنده نسخه هاديه، نسخه اكثر واقعيه، نتمنى التوفيق يكون حليف المنتخب الجزائري، لان اهم حاجه في الكره التوفيق. لو نزلت مباراه وجبت فيها اول 5 دقائق جون او سجلت هدف في اول كره ليك الموضوع يبقى مختلف بالنسبه لاي لعيب كوره. فنتمنى بكره التوفيق يكون حليف المنتخب الجزائري. نتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك، لو الفيديو ما عجبكش ده رايي يا ابن الحلال، ولو عجبك براحتك، ولو ما عجبكش تقبل، لان ده عالم كره قدم، 1+1 عمره ما يساوي 2 دايما في الكوره.